مباراة كبيرة اليوم، ربما تستطيع القول بأنها أقوى مباراة في هذه الجولة، الكل ينتظرها، الكل يترقب ماذا سيحدث، نتمنى بأن تكون مليئة بالمتعة. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. سعيد بتواجدي معكم اليوم، أحبكم فارس عوض، واليوم لدينا مباراة ضمن منافسات دور المجموعات. مع كل هذه الإثارة المصاحبة للمباراة نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة قوية على أرضية الملعب، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. الأمطار تتساقط على أرضية الملعب، الظروف ليست مثالية للفريقين، لكن محاولة التأقلم مع حركة الكرة، وبالتأكيد الفريقين عندهم قدرة على التعامل مع مثل هذه الظروف. يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، عند الإمكانية هنا، انتهت خطورة الكرة العرضية بدون مشاكل. نشاهد ضغط متقدم من الفريق الآن، الحكم يشير إلى خطأ، بداية عنيفة لهذا اللقاء. فالبوينا لاعب مميز جدا في الناحية الهجومية، تسديداته، انطلاقاته، سرعته، اللاعب الفرنسي القصير يملك حلول كثيرة في الملعب، وفي أي لحظة في المباراة عنده قدرة على صناعة الفارق. فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء، فقدوا الكرة، يان داميس، لوكاس جانسون، لوكاس جانسون، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة، الكرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. ماذا سيفعل الآن؟ عرضية بيخلصها حارس المرمى بدون أي صعوبات. يتقدم بالكرة باتجاه محاولة هدف التقدم. كرة بتضيع، كانت قريبة أمام المرمى، فرصة الهدف الأول في هذا اللقاء، لم يكتب لها النجاح، التركيز مطلوب في مثل هذه الكرات. يفقد الاستحواذ، يان داميس، كيف راح يتصرف فيها؟ كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، لا 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 لا، ضاعت الكرة، فرصة كانت متاحة، هذه كيف راحت؟ كيف ضاعت؟ كانت كفيلة بكسر حالة التعادل القائمة. مدرب يحاول أن يشجع لاعبا، يرفع من معنوياته ليواصل أيضا حتى يأتي هدف التقدم. المنافس يسيطر على الكرة، بيمر فيها، بيعديه، لابد أن تستغل هذه الكرة. أوهو، هدف
هدف يكسر النتيجة السلبية. افتتح المباراة الضربة الأولى، منافسة ستبدأ الآن، مباراة بنقطة تحول في هذه اللحظات. الله على الإعادة، على المرور، على الانطلاقة، على المهارة، على النهاية لهذه الكرة. لا شك بأن المدرب الآن سعيد بكل ما يقدم لاعبه في أرضية الملعب وبهذا التفوق الكبير في أرضية الملعب. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. بتروح الكرة للخصم ماتيو فالبوينا، هذه تصويبة، حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء. جالدامس، أحمد حسن كوكا، يا لهيب الله على التمريرة، حارس يتألق ويبعد الكرة. ماتيو فالبوينا، يا الله إنهم يواجهون حارس المرمى، يتصدى الكرة مرة أخرى، الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية. بينفذ الركنية، ذهبت للفريق الخصم. كفري، نشاهد قوة الضغط على الدفاع، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. بيعدي وبيمر بالكرة، فرصة متاحة. سرعة كبيرة في التحول من وضعية الدفاع إلى الهجوم، في لمح البصر كان الفريق متواجد أمام المرمى، لكن اللمسة الأخيرة ما كانت موجودة. ماتيو فالبوينا، كمارا، كرة خطيرة على المرمى. لو تأخر شوي في التحرك لكان في موقف سليم في هذه اللقطة. يفقد الكرة، كرة في مكان خطير، حلوة الكرة، الله على نجاح الحارس في إيقاف الكرة. تسديدة جيدة من مسافة بعيدة وتصدي ممتاز من الحارس، هذه هي أهمية حارس المرمى. الله على هذا القفاز، تسديدة غير متوقعة من مسافة بعيدة لكنه كان في الموعد. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء، تخرج الكرة إلى ضربة مرمى بعد عرضية ممتازة من الطرف، يفشل زميله باستغلالها ويصوبها جانبية. بعد كرة عرضية مميزة، فرصة ذهبية لكرة رأسية لكنه يهدرها. توماس كويدارا، فقدوا الكرة، ماتيو فالبوينا، كان ممكن أفضل بكثير في اللقطة الماضية. يا الله الكرة تعود للعب الآن من ضربة مرمى.
أربع دقائق هو الوقت المضاف لهذه المباراة. مساحات مفتوحة على طرف الملعب، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، لعب لكرة حلوة، فرصة هنا. أوهو، كيف ضاعت هذه الكرة؟ المرمى خالي، الطريق مفتوح، لكن الفرصة بتضيع. غريبة جدا هذه اللقطة. تغيير، فرصة خطيرة الآن، كرة بينية في اللقطة الماضية. يا رب، ضاعت فرصة قتل المباراة. كم ممكن يوسع الفارق؟ فرصة كانت سهلة لكن ضاعت، فوت على الفريق فرصة كبيرة. الشوط الأول ما كان الأداء جيد، الفريق متأخر في النتيجة، لم بحاجة إلى تجميع خطوطه مرة أخرى والعودة بشكل أفضل في شوط المباراة الثاني. ممكن أن الفريق يرجع، لكن لازم يؤدي بشكل مختلف ويحاول أن يستغل نقاط قوته ونقاط ضعف الخصم حتى يصل إلى ما يريد مدربه والجهاز الفني. الشوط الثاني ينطلق الآن في المباراة الافتتاحية في دور المجموعات. الأمور كانت متوترة بعض الشيء في الشوط الأول، لكن نتمنى يكون الشوط الثاني أفضل. يخترق ولدي المساحة، اختار الحل الصعب، فكر في التصويب، كم ممكن يمرر؟ كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. تحرك جيد في الثلث الهجومي، مر فيها، انطلق فيها، راح واحد على واحد امام حارس المرمى، لكن الكره بتروح. شوف اللقطه، ما حافظ فيها على هدوءه، سدد الكره، استعجل فيها بشكل غريب. هذه راحت الفرصه، واحده من اخطر المحاولات. أول 45 دقيقة كانت جيدة على الأقل، تقدر تقول أنه قدم أداء مرضي ويمكن أن يقدم ما هو أفضل في شوط المباراة الثاني. سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف تقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. كرة بتمر بجوار المرمى، كان ما يحتسب الخطأ ويأتي تحت الفرصة في هذه الكرة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. أحمد حسن كوكا، حسن، عمر عبد القوي، تدخل ناجح على الكرة. لوكاس جانسون عند الكرة الآن، تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، الله على حارس المرمى،
فرصة محققة للتسجيل، لكنه يتألق في التصدي. بعد عدم الاستفادة من الأفضلية، الحكم الآن يطلق صفرته ويحتسب الخطأ ويوجه الإنذار. الآن مع التبديل، الآن جاء الوقت اللي يستفيد فيه الجهاز الفني من دكة البدلاء، يدفع بلاعب جديد في أرضية الملعب. الحارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. مدرب أصحاب الأرض يفكر بالتغيير الآن. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير. عمل رائع. كرة خطيرة على القائم. رقابة ضعيفة في الكرة الماضية. حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء. تبديل من جانب المدرب بدماء جديدة للحفاظ على التقدم في النتيجة فيما تبقى من عمر المباراة. ريكاردو سينتوريون. فرصة والمساحة موجودة. وتفتك الكرة داخل المنطقة. كرة هدف في هذه اللحظات. يجب أن تستغل. كرة تقف عند حارس المرمى بدون أي مشاكل. مساحات كبيرة على الطرف الملعب. قد بيعدي وبيمر بالكرة. يا الله، شايفين اللي أنا شايف؟ هذه فرصة تضيع. انفراد بحارس المرمى. فكر يسدد كرة قوية، لكن اللقطة الماضية افتقدت الدقة. راحت الكرة، ما كان فيها تركيز. فرصة بتضيع عليه في اللقطة. فيها انطلق فيها. راح ممتاز التصدي. لم تنتهي الخطورة. موقف لا يحسد عليه وهو تحت الضغط. الآن استخلص الكرة بشكل ممتاز. خلصها في اللقطة الماضية. هذه هي كرة بتتخلص. برافو للمدافع في التغطية. بوسات. القوة ليست كل شيء. شوف كرة تخرج بهذا الشكل بعيدة جدا عن المرمى. أضاع الكرة. يتقدم نحو المرمى. يتوغل باتجاه المرمى. خطرة بعيدة جدا عن المرمى. تسديدة افتقد فيها اللاعب للتركيز للدقة. ركز فقط على القوة. عشر دقائق ويطلق الحكم صفرة نهاية المباراة. أمام مساحة في هذه اللحظات. كانت فرصة كبيرة للتسجيل لكنه لم يحسن استغلالها. الكرة إلى ضربة مرمى. مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظاتها الأخيرة لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. الآن نسمع أصوات الجماهير. دقائق قليلة تفصلنا عن النهاية والفريق واضح أنه قريب من تحقيق الانتصار. يفقد الكرة. ست دقائق فقط ويطلق الحكم صفرة النهاية.
متحسن تصدي خيالي من حارس المرمى. فرصة حقيقية من ضربة ركنية لتحقيق التعادل القاتل. بينفذ الركنية. تصويبة باتجاه المرمى. الحارس يتحدى من جديد. الله على هذا الأداء الرائع الذي يقدم اليوم. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. رأسية تلعب لكن بعيدة عن المرمى، كانت صعبة. حب انه يلعب له كرة لكن شوف الضغط اللي كان موجود عليه من الدفاع. يفقد الاستحواذ. 4 دقائق من حكم اللقاء كوقت بدل ضايع. اقتربنا من النهاية. الكل ينتظر. المدرجات تغلي غاضبة بسبب تأخر الحكم في إعلان نهاية المباراة. تدخل في وقت رائع واعتراض الكرة. كانت فرصة هدف لو مرت. ضغط رائع من الفريق يستعيد من خلال الكرة. فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. تدخل حاسم في المكان المناسب. نزول غير مدروس. بوزات. سطرت نهاية المباراة مشاهدينا. فوز لأصحاب الأرض يسعد الجماهير الحاضرة اليوم بهذه النقاط. أداء جيد يسعد الجماهير اليوم بكل تأكيد. استحقوا الفوز وبذلوا الجهد اللي أملت لهم تحقيق النقاط الثلاث وكان لهم ما أرادوا. إشادة واجبة منا للاعبين وللمدرب على هذا الفوز وهذا الأداء. المنافس يسيطر على الكرة. بيمر فيها بعدي. اوهو هدف يكسر النتيجة السلبية. حارس يتألق ويبعد الكرة. ماتيو فالبوينا. يا الله انهم يواجهون حارس المرمى. يتصدى الكرة مرة اخرى. كرة في مكان خطير. حلوة الكرة. الله على نجاح الحارس في إيقاف الكرة. تسديدة جيدة من مسافة بعيدة. يخترق ولدي المساحة. اختار الحل الصعب. فكر في التصويب. كم ممكن يمرر؟ كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. مر فيها. انطلق فيها. واحد على واحد امام حارس المرمى لكن الكره بتروح. شوف اللقطه ما حبط فيها على كره بتمر بجوار المرمى. خطره بعيده جدا عن المرمى. تسديده افتقد فيها اللاعب للتركيز. احمد حسن تصدي خيالي من حارس المرمى. فرصة حقيقية من ضربة ركنية لتحقيق التعادل القاتل. بينفذ الركنية. تصويبة باتجاه المرمى. الحارس يتحدى من جديد. الله على هذا الأداء الرائع. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء. رأسية تلعب لكن بعيدة عن المرمى. كان
يحب انه يلعب له كره، لكن شوف الضغط اللي كان موجود عليه من الدفاع.